لو الحكاية فيها إن فيتو المشكلة دي بنعاني منها بقى أكتر من 15 سنة. إحنا مرخصين محلات ومعايا رخص وأوراق ومستندات، ورغم كل ده لغوا لي كل رخص وحاجتي وتعاملوا بالرغم ضد القضية وربنا وفقني وكسبت القضية. والوقت بنعاني إن المهندس جمال الباشا رئيس حي العرب متعسف معانا بقرارات ظالمة إنه عايز ينزل لنا المحلات الإشغالات اللي أمام المحلات والإشغالات دي المقننة، وأنا بشتغل عندي 143 عامل هو هيسبب في تشريطه من أجل تعسفه، وحاولنا ان احنا نقعد معاهم ونوفق اوضاعنا وهم مش راضين يوفقوا اوضاعنا، وفي استمراريه بالمخالفات والاشغالات انا في السنه بيغرمني حوالي 50,000 جنيه غرامات تحت اسمه التعدي على مسطحات خضراء، والاماكن اللي احنا فيها دي ليست مسطحات خضراء ولكن دي اماكن كانت مهجوره وفيها زباله واوكار للمخدرات بتعاطف مع المخدرات، احنا جملناها وخليناها بالمنظر اللي انت حضرتك شايفاه. ورغم كل ده التعسف شغال معانا، اجى من حوالي 15 يوم بدا يصومنا، انتوا هتشيلوا هتقسموا لي النص الارض اللي انتوا فيها دي واسيب لكم النص مش عشان اتفقت مع سياده المحافظ، قلنا له احنا ممكن نقعد مع المحافظ ونتكلم معاه، ولكن هو رفض وعايز يعمل ان هو بطل ان هو ما يزيل الكلام ده والمذبحه اللي بيسببها، وهتسبب في تشريط اكتر من 1200 اسره، احنا عباره عن 8 مطاعم واحنا في الكلام ده مستمر على طول، ما بيعديش علينا شهرين الا بنمر بالمشاكل دي واحنا بنرفع يعني